انطلقت بولاية سكيكدا التصفيات الولائية برسم فعاليات المسابقة العربية لتحدي القراءة التي نظمتها مديرية التربية وسط حضور مميز. شاركت بقصص كثيرة وكان من أكثرها قصص الأنبياء. أهم شروط المشاركة هي قراءة ما لا يقل عن 50 كتاب وتلخيصها تلخيص مضموني. بخلاف ما توقعت، أسهل مما توقعت بكثير وكسرت الصورة النمطية عندي. التصفيات الولائية شهدت تنظيما محكما وتأطيرا شاملا من طرف مفتش التربية بهدف إنجاح هذه الفعالية التي شارك فيها متمدرسون من الأطوال التعليمية الثلاثة. تحدي القراءة العربي انطلق في سبتمبر في ولايتنا مثل باقي الولايات. جبنا الولاية ككل، أقمنا عملا تحسيسيا مع السادة المفتشين والسادة المديرين. تشرفنا بحضور عدد كثير من الأقلام الجميلة جدا والأسماء اللامعة في مجال القراءة بولايتنا. هذا وتجدر الإشارة إلى أن مديرية التربية لولاية سكيكدا سخرت كافة إمكانياتها المادية والبشرية من أجل تشجيع التلاميذ على تحسين مستواهم الدراسي من خلال القراءة والأخذ بيدهم نحو المستقبل التعليمي الواعد.